مريم وحيدة، ومريم عمرها 8 سنين، كانت غلطة حكيم من الأساس، وضربت البنت وضربت المرأة. هي أول غلطة إنه الكوفاز لازم يحطوها، وبلشنا بالعذاب، يعني من حكيم راس لحكيم أعصاب لجراحة عامة، يعني بلشنا علاج. يعني هلأ لنا شي 7-8 سنين يعني نحن علاج نحن بمريم. مريم بتعاني من الكانسر وعندها ضعف نمو، وقصة الدم يعني منبع الدم عم يوقف كان عندها. العلاج تاع المريم هلأ عندها دواء، يعني هلأ تقريبا بشبه دايم، عندها المناعة هي كانت قاشطة. يعني أنا بس بدي روح جيب العلاج أو جيب مثلا علبة الدواء يعني عم بتضايق كتير. بتضايق أنا لأنه ما معي مصاري، يعني بدي شوف أنا يعني حدا من أصحابي مثلاً عندي شغلة بقدر بيعها، بس هلأ الحمد لله ما بقى عندنا شيء يعني نبيعه. والله العلاج يعني قال علبة دواء يعني حقها شيء 300-400 ألف، في دواء كل شهرين، في دواء كل شهر. أنا كنت أشتغل هلأ لي شيء 8 أشهر هلأ قاعد بلا شغل، كان عندي سيارة بعتها لأقدر أنه دخل مريم على المستشفى، وشغل هلأ ما في، ما عم بيشتغل شيء أبداً هلأ، يعني علي شوية دين وعندي كم غرض يعني بعتهم لأقدر تيسرت أمري. مريم ما بتقضي حاجاتها يعني على الحمام ما فيها تفوت، لأنه مريم ما بتمشي، ومضطرين نحن أن نحفظها، ومضطرين يعني أنه تضل أمها معها يعني لـ 24/24، والحفاظات يعني مثل ما انك شايفه يعني انجي عم نقدر نأمنها. بنتي المفروض انا كنت حطها بمدرسه يعني لحالتها هلا، بس يعني مدرسه خاصه انا ماني قدران انا احطها مشان الاوضاع يعني المعيشه اليوم. بدها لعبه ما بقدر اجيب لها، بدها غرض، بدها لبس لها ما بقدر اجيب لها. مريم هلأ يمكن عندها زرع، ما بعرف، بعد جمعة، بعد شهر، بعد 10 أيام عندها زرع، وهذا أكيد الزرع تكلفته غالية، وأنا ماني قدران يعني أكيد ماني قدران أبداً يعني أعملوا هذا الزرع. بطلب من هالناس يساعدوني لتمشي مريم، كتير بتعز علي الدنيا، كتير بتعز علي الدنيا شوفها هيك عم تمشي وبتروح على المدرسة، حلمي شوفها هيك. هيدي أنا حلمي أني أشوف مريم هيك عم تمشي هيك وتلعب مع الأولاد، يعني حلم كبير، والحمد لله الله ما رح يترك مريم.